وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وضيفنا الداعي الإسلامي دكتور صالح الشواف والأستاذ عزيز الطاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء. أهلا بيكم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ دعاء. أهلا بيكم. سعيد بوجودي مع حضرتك ومع الأستاذ عزيز الطاهر، ربنا يحفظك. أهلا يا شيخ صالح. نسأل الله جل وعلا أن يكون هذا اللقاء مباركا يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين. آمين آمين يا رب. احنا عايزين في فقرتنا النهارده نتكلم عن المسارعه والتنافس في عمل الخير. نبدا بدكتور صالح. ربنا يكرمك يا استاذه دعاء ويبارك في حضرتك ويرضى عنك يا رب ويستخدمني واياك في الخير يا رب العالمين. اللهم امين. امين واجعلنا كده يا رب رسل رحمه لكل الخلق يا رب. يا رب اللهم امين. اللهم صل وسلم. الحقيقه ان المسارعه والمنافسه في عمل الخير ده كان هدي الصحابه وكان منهج اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وافعلوا الخير، وقال جل وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في الطاعة وفي الخير. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه صفاتهم يا رب وإيه مواصفات المتقين دول؟ أم قال لنا أول صفة: الذين ينفقون في السراء والضراء. هم ينفقون ويتصدقون ويحسنون إلى الفقراء والمساكين في كل أحوالهم وفي جميع شأنهم. ولذلك أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارعون ويتنافسون ويتسابقون في عمل الخير. أحد السلف يقول مقولة جميلة يا أستاذ دعاء، يقول: من نافسك في دنياك فألقيها في وجهه، ومن نافسك في دينك فنافسه. المنافسة الحقيقية في الدين، المنافسة مش في الدنيا أن أنا يبقى عندي أحدث عربية وأحدث بيت وبقبض أعلى راتب، هي دي مش المنافسة الحقيقية. المنافسة الحقيقية في طاعة الله عز وجل، المنافسة الحقيقية أنك تكون بتحافظ على الصلوات، المنافسة الحقيقية أنك تكون بتحافظ على السنن والنوافل وبتجاهد نفسك في المعصية ولا تستسلم للمعصية، هي دي المنافسة الحقيقية. اللي يشوف حال أصحاب سيدنا النبي يشوف حال عجيبة جدا في التنافس في الخير. سيدنا عثمان تجي له قافلة كل تجار المدينة قاعدين يستنوها، فيدخل عليه التجار وكان في حالة قحط شديد وقتها والناس محتاجة القافلة دي جدا، فالقافلة دي تمثل حالة إنقاذ. فدخل التجار على عثمان وقالوا: نبيعك الدرهم بدرهم. قال: هناك من زادني. قالوا: باثنين. قال: هناك من زادني. قالوا: بثلاثة، يعني كسبك في الجنيه ثلاثة واربع. فضل يزودوا لغاية ما وصلوا إلى تسعة، وعثمان يقول: هناك من زادني. سيدنا عثمان ذي النورين، زوج ابنتين من بنات سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: هناك من زادني. قالوا: يا عثمان، نحن التجار وليس هناك غيرنا، مفيش حد الا احنا، من الذي زادك ومين ده اللي زود؟ كلنا تجار اهو المدينه وكلنا عارفين بعض، قول لنا مين ده اللي زود. قال: ان الله جل وتعالى قد وعدني الحسنه بعشره امثالها ويضاعف لمن يشاء، واني والله قد جعلتها كلها لله في فقراء المسلمين. يا الله، يضحي بمثل هذه، مع انه في هذا الوقت يستطيع ان يبيع هذه القافله للتجار باي ثمن ويكسب عشرة أضعاف رأس المال، لكن المتاجرة مع الله أربح، والتجارة مع الله تجارة رابحة لن تبور أبدا. اللي بقى اللي يكون عنده اليقين والثقة في الله دي هي أحلى حاجة، يعني إن هو عمل كده وهو عنده يقين ما فكرش. ولذلك الذي يعبد الله رب العالمين بهذا اليقين الله يخلف عليه. طبعا المشكلة إن بعض الناس بتفعل هذا لتجرب. طب انا هطلع 1000 جنيه كده اشوف هيجي لي 2000 النهارده ولا لا. مش بيقولوا ان وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. هيجي لي تاني؟ طبعا شوف ما جايش، يقول لك لا خلاص الموضوع مش نافع تاني. فهو بيعبد ربنا هنا ايه؟ تجربه بيجرب. ما ينفعش طبعا نجرب مع ربنا سبحانه. لا تجربوا مع رب العالمين، انما اعبدوا الله بيقين سبحانه جل وتعالى. طبعا الصحابه كان عندهم يقين، فلما كانوا بيعبدوا ربنا باليقين ده كان بيجي لهم اضعاف مضاعفه. ليه؟ لان عندهم يقين، عندهم تصديق، مصدقين ربنا ومصدقين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا استاذه موقف عجيب، سيدنا النبي في يوم دعا الناس للصدق، فسيدنا ابو بكر دايما كان بيسبق للخير، دايما يسبق للطاعه، السابق للخيرات اللي ربنا قال فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به هو ابو بكر الصديق. فسيدنا عمر في اليوم ده قال: النهارده بقى ابو بكر مش هيسبقني. ماذا انت صانع يا عمر؟ هتعمل ايه؟ ام جايب نص ثروته وحطها قدام سيدنا النبي. حضرتك متخيل استاذ عزت واحد كل اللي يملكه في الحياه مليون جنيه، فقام جايب نص مليون مطلعه لله. موضوع صعب جدا طبعا، مش اي حد يقدر يعمل كده خالص. بس سيدنا عمر قدر يعمل كده عشان مصدق النبي ومصدق ربنا. النبي قال له: ماذا ابقيت لعيالك يا عمر؟ سبت ايه لاهلك؟ قال: ابقيت لهم نصف مالي يا رسول الله، نص ثروتي. سيدنا النبي فرح بيه جدا ودعا. وهم قاعدين كده دخل سيدنا ابو بكر. عامل ايه سيدنا ابو بكر؟ جايب كل ثروته لله. النبي قال له: ماذا ابقيت لعيالك يا ابا بكر؟ صعبه.
جدا. ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ سبت إيه لأهلك ولعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. هو أنا اللي كنت برزقهم؟ هو أنا اللي جبت الفلوس اللي في الأول دي؟ الرزاق هو الذي أعطاني، والرزاق هو الذي أغناني، والذي رزقني في الأولى سيرزقني في الثانية. قال تركت لهم الله ورسوله يا رسول الله. سبحان الله. فلو خايف على عيالك، نفسك تأمن مستقبل أولادك، نفسك تعمل لهم حاجة للمستقبل، اتق الله وقل قولا سديدا وتصدق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سبحان الله. أستاذ عزت، طبعا احنا اتكلمنا هو كلام جميل مع دكتور صالح، لكن عايزين نشوف بقى ازاي نقدر نطبق الكلام ده عملي من خلال مشروعات مؤسسة سقيا الماء. وطبعا مؤسسة سقيا الماء عندهم صدقة وصدقة جارية وزكاة، يعني كل اشكال فعل الخير والشغل كده لله موجود في مؤسسة سقيا الماء. يعني هو في البداية أنا فرحان جدا إن أنا طالع مع دكتور صالح، ممكن ده أول لقاء يجمعني بيه يعني. منورنا. الله يكرمك. هو من أول ما دكتور صالح بدأ يتكلم وأنا عمال أفكر كده في الحقائق الواقعية اللي أنا عشتها بقى زي أو نفس الشيء، اللي هو فكرة الإنفاق أو فكرة الناس اللي هي بتطلع صدقات معانا. أيوه. فافتكرت في متبرع جالنا في مرة في المؤسسة، فهو قاعد معانا فقعد يقول لي، يعني قول لي تفاصيل الابار بكام والاسعار بتاعت المشاريع بتاعتكم يعني. فشرحت له كل المشاريع، فقال لي طب انا معايا كل الفلوس اللي انا والله حوشتها في خلال الشهور اللي فاتت من شغلي، انا جبتها كلها بس هي ما بتعملش بير. فبقول له حضرتك معاك كام؟ قال لي معايا 10,000 جنيه، وده اكبر مبلغ ممكن اكون هتصدق بيه في حياتي. فالاحساس يعني الراجل ده حسسنا إن هو فعلا صادق قوي. الراجل ده نفسه يعمل خير، نفسه يعمل حاجه. عملنا له البير بالفعل اللي هو بالمبلغ بتاعه. احساس الفرحه بقى ان هو عاشها وهو شايف اليافطه او الاسم اللي هو اختاره ومحطوط على البير كان جميل جدا جدا. فهي فعلا زي ما الشيخ صالح بيقول إن, ان 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 الموضوع فعلا حلو جدا. حلو فكره ان انا اتصدق بكل الفلوس اللي معايا، عشان انا عارف إن انا ما بذلتش مجهود، او حتى المجهود اللي انا بذلته هو في الاخر ده من عند ربنا، هو ربنا اللي بيبعته لي. واحنا ده اللي دايما بنحاول نعمله في المؤسسه. حاجه تانية اشاده عايز بقى اشدها لدكتور صالح، ان هو دايما لما بيتكلم في اي حلقه عن الابار وتيجي متبرعين من خلال الابار ويتابعوا معاه، هو بيكون حريص جدا. هو بيتابع معاه انا شخصيا على الابار، يكلمني مره واثنين وثلاثه، يقول لي البير ده خلص ولا عايزين نبعته للناس، عايزين نطمن الناس. وده اللي احنا فعلا بنشتغل فيه دايما في المؤسسه عندنا، ان هو اي داعيه اسلاميه بيطلع على الشاشه بيتكلم، فهو بياخد من كل اللي ربنا من عليه ان هو يتعلمه، فبيقوله للناس وبيحس الناس على التصدق. فبيكون حريص جدا ان هو يطمن الناس ان الصدقه اللي انت جبتها بعد ما انا قلت لك اتبرع بيها، لا ده انا كمان بتابعها لك علشان اسلمها لك. ودكتور صلاح بينزل بنفسه احيانا يصور الابار دي علشان يديها للناس. اللي انا حابب اقوله بس من او الشاهد من الكلام اللي انا بقوله ده دايما، ان احنا عندنا في المؤسسه بنكون حريصين، من اقل موظف عندنا لحد اعلى موظف عندنا في المؤسسه بيكون حريص دايما ان هو يكون متواجد مع المتبرع او يعيش المتبرع في الصدقه بتاعته اللي هو اداها، ان كانت بقى وصلات او النخيل او الابار، ايا كان الشكل بتاعنا او شكل التبرع اللي هو حطه معانا شكله عامل ازاي، احنا بنحاول نعيشه اول او لحظه بلحظه. ايه بقى المشاريع اللي احنا ممكن نطبقها، وايه المشاريع الكتير اللي عندنا في سقيا الماء وتندرج تحت الصدقات الجميله اللي هي المستديمه او اللي بتقعد عمر كبير جدا؟ عندنا النخيل اللي هو بيديني 100 سنه، نخله بتتزرع بتقعد معايا 100 سنه، ليها ريع بيتفرع منه صدقات كتير جدا. ممكن من نخله واحده ب 4,000 جنيه اطلع منها بير واطلع منها وسطه ميه واعمل بيها نخله واثنين وثلاثه تاني من الريع اللي بيطلع من النخله. يبقى دي اول شكل من اشكال الصدقات اللي عندنا. عندنا ابار الميه البير اللي احنا بنقول بيقعد اكتر من 100 سنه، ولما رحنا مطروح وشفنا الابار الرومانيه اللي هي بقى لها الاف السنين عايشه لحد الان، هي بس بتحتاج بعض الصيانات عشان ترجع تاني تشتغل زي ما كانت الاول. والصيانه حاجه صغيره جدا يعني، الناس متخيله برضو لما بقول صيانه يبقى انا هعمل صيانه شامله ههد البير وابنيه، لا ده خالص، ده انا بعمل بس طبقه محاره جديده بس وبرجع تاني البير يشتغل. بنكون حريصين دايما ان احنا في المؤسسه عندنا ان احنا نشوف الصداقات اللي بالشكل ده اللي هي مستديمه مع الناس، ويكون برضو مش لازم نرخم على الناس نقول له يعني مثلا البير عندنا 25,000 جنيه، مش لازم تدفع ال 25,000 جنيه كلها مره واحده علشان تعمل بير، لا احنا ممكن نقسط مع بعض. يعني هو الدين علمنا دايما ان هو دين يسر، ان احنا لازم نيسر على بعض، ان هو انا عايز افرح بالصدقه دي، تعالى بينا احنا مع بعض، احنا في الاخر شغالين عشان نقضي حوائج الناس، احنا عايزين ان احنا نفرح الناس اللي محتاجه دي، فعشان افرحهم انا كمان عايز افرح حضرتك انت عايز تتبرع. والشيخ صالح برضو اعتقد هو عاش معانا الحاجات دي كلها وشفتها معانا. ربنا يحفظك، يعني جهود ملموسه بصراحه لارض الواقع. والحقيقه ان ما يميز مؤسسه سقيا الماء ان كل الناس فيها متعاونه مع بعض.
سواء علماء اداريين تنفيذيين، كل الناس في المؤسسه بصراحه يعني بيشتغلوا على قلب واحد، وكل الناس شغاله بحب. ودايما كده بصراحه بنفكر بعض اثناء العمل كلنا لازم نجدد النيه، يعني دايما كده نفكر بعض في كل حاجه بنعملها لازم نجدد النيه ان احنا ماشيين في حاجه مسلم، السعي في قضاء حوائج الناس، تفريج كربة عن مسلم، نجدد كل النوايا دي، لان ممكن وانت شغال الموضوع يتحول لعاده فتنسى، خلاص تغفل بقى عن الموضوع، بقت خلاص روتين انت بتعمله. لكن لا، احنا دايما كلنا بنفكر بعض بالنوايا ان عاوزين نجدد النيه، احنا شغالين لله، فكل فتره كلنا نفكر بعض بهذه النيه. والحقيقه ما تقوم به مؤسسه سقيا الماء في كافه انحاء الجمهوريه، يعني مؤسسة عمرها سنة وعدة أشهر، يعني إنجاز ضخم جدا. المؤسسة ده عمرها الزمني واستطاعت في سنة وعدة شهور إن هي توجد لنفسها اسم في وسط يعني كبرى المؤسسات، فده إنجاز كبير جدا، يعني يضاف للجهود الجنود المعلومون في السماء في مؤسسة سقيا الماء، يعني الناس التنفيذية. الحقيقة احنا بنقعد قدام الكاميرا نتكلم، احنا بنحس الناس على الخير، ده دور كبير جدا، لكن دور الناس اللي ورا الكاميرات لا يقل أهمية عن دور الناس اللي قدام الكاميرات. مجهود الناس اللي بتنزل بنفسها وتتابع على أرض الواقع زي أستاذ عزت وكل الناس التنفيذيين في المؤسسة، الأستاذة مرفت الحاج، الأستاذ مصطفى، كل حتى الآن الأستاذ محمود، الأستاذ أدهم، الأستاذ أيمن، كل الناس التنفيذيين والإداريين في هذه المؤسسة المباركة، حتى لا يعني أخشى أن أنسى أحد، كلهم بيقوموا بمجهود جبار مبارك. يعني أسأل الله جل وتعالى إن يا رب يديم علينا النعمه دي، والله العظيم نعمه يا استاذ دعاء ان احنا نتعاون في خير، غيرنا بيتعاون في المعصيه، غيرنا بيساعدوا بعض على الشر، بيساعدوا بعض على اذى الناس، يعني والله العظيم ان احنا نساعد بعض على الخير، بنساعد بعض على الطاعه، بنساعد بعض على الانفاق، بنساعد بعض على جبر الخواطر وتطيب قلوب الناس، فعمل بر وعمل احسان يا رب ديمها علينا نعمه يا رب. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب. هزود حاجه بس على كلام دكتور صالح، ان فكره مش بس المجهود اللي بيبذله الناس اللي معانا الاداريين او يعني زمايلي بقى في المؤسسه، ان هم بس كمان اقوى حاجه عندهم الاخلاص، ان هم بيكونوا مخلصين جدا جدا في الشغل ده. فربنا فعلا يكرمهم يا رب، يعني يتقبل مننا جميعا يعني كل الشغل. امين يا رب. ونشوف بقى مع بعض اول تقرير من تقارير الخير لمؤسسه سقيا الماء في حلقتنا النهارده. الأم هي نبع الحنان وهي مصدر الأمان، أي حد في الدنيا ممكن تعوضه الأيام إلا الأم. الأخ بتعوض والصاحب بتعوض والابن بيتعوض، لكن الأم مفيش زيها، مفيش حد زي الأم. بيقولوا يخلق مش شبه 40، لكن مفيش حد زي الأم. كل الناس بتحبك وانت ناجح وانت كويس وانت معاك فلوس وانت عندك شغل، إلا الأم بتحبك في كل أحوالك. واحنا دلوقتي عند بير الحاجة فادية عبد الحميد الرداد، والدة صديقنا الفنان الجميل الأستاذ حسن الرداد، والله رب العالمين سبحانه أسأل أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يجعل هذا البئر صدقة جارية في ميزان حسناتها يا رب العالمين. أكثر حاجة بحبها في حسن أنه إنسان طيب جدا جدا وعطوف على الناس وبر بيها جدا جدا، بيحاول يرضيني بكل الطرق، وبعدين دايما بيجي على نفسه عشاني وعشان بعض الناس، بيجامل كتير جدا وده بيجهده وبيرهقه. الصحابي سيدنا سعد بن عبادة ماتت أمه، فجي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ ينفع أعمل لها حاجة؟ أنا نفسي أرد لها الجميل، نفسي أكافئها، تعبت عشاني كتير واستحملت عشان كتير، نفسي أعمل لها حاجة يا حضرة النبي. أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، وأفضل الصدقة سقي الماء. أيوة أعمل لها وتصدق عنها، وأحسن حاجة تعملها لها صدقة مية تبقى في ميزان حسناتها قدام رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. مش عاوزين علاقتنا بأبائنا وأمهاتنا تنقطع بالموت. يا رب يبارك في أعمار من كان منهم على قيد الحياة ويرحم من مات منهم. ودي رسالة النهاردة ببعتها من هنا من مطروح، ومن هذه اللمسة، لمسة الوفاء، لكل والده ووالدته على قيد الحياة، بقول له قدامك باب من أبواب الجنة مفتوح، اوعى تضيعه. أحد السلف لما ماتت أمه بكى، ولما قالوا له ليه بتبكي؟ قال أبكي لأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فياللي ربنا أكرمك وأنعم عليك بأن هم على قيد الحياة، اوعى تضيع الباب ده من إيديك. ويا من مات أحد والديك، اوعى تقطع العلاقة بموتهم
وصلهم في قبرهم، سيدنا النبي قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. فيا رب ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، واجعلنا بهم بارين يا أرحم الراحمين، واجزهم عنا يا ربنا خير الجزاء. والله أسأل أن يرحم الحجة فادية الرداد وجميع أمهات المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. أنا بحبك جدا، فضلك عليا هفضل شايله طول العمر. أي نجاح الواحد بيعيشه دلوقتي أو بيحققه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو بسبب دعواتك. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير، وأحلى حاجة فعلا الصدقة الجارية بير المية بصراحة يعني، وربنا يقدر الجميع ويتقبل من الجميع. النبي اللي قال كده، سيدنا سعد بن عبادة ماتت أمه، جيل سيدنا النبي قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها، ينفع من لها حاجة حضرة النبي؟ سيدنا النبي قال له نعم، أيوة ينفع تتصدق عنه. عشان بعض الناس النهاردة اللي للأسف يعني بتجود في الدين بدون علم، أيوة، وبتقحم نفسها في الدين بدون علم، وبتفتئت على رب العالمين سبحانه وتعالى. استغفر الله العظيم. يعني طالع يقول لك لا ما ينفعش حد يتصدق عن حد، ازاي جبت ده منين؟ سيدنا النبي بنفسه اللي يقول كده، قال يا رسول ان امي ماتت افاتصدق عن، ينفع اعمل لها حاجه؟ قال نعم. مين يقدر يقول لا بعد ما سيدنا النبي يقول نعم؟ مش عارف. قال نعم، وافضل الصدقه سقي الماء. ربنا يقدر الجميع ويتقبل. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. وتقرير جديد مع مؤسسة سقي الماء وبير مية جديد بنستلمه هنا، بس في مكان مختلف تماما في وسط الصحراء المصرية. يعني الحدود اهي، السلوم ورا الجبال دي، يعني احنا على الحدود تقريبا خلاص، ليبيا اهي، فاحنا في نقطة قريبة من الحدود جدا في الصحراء من مرسى مطروح، تقريبا 4 ساعات لحد لما وصلنا ودخلنا في المكان ده، وربنا يتقبل بقى كل المجهود ان شاء الله خالص لوجه الله. اهلا بك يا شيخ احمد الملكي. اهلا وسهلا ومرحبا، واهلا وسهلا في الجو الممتع اللي احنا فيه ده، وفي الخير اللي احنا، وان كان المساله فيها مشقه شديده جدا، لكن احنا يعني في نقطه في اخر اعماق الصحراء المصريه تقريبا. خلاص اديت دي السلوم يا جماعه، دي السلوم، وخلاص احنا الحدود، خلاص احنا كده تقريبا على الحدود، جايين نفتتح الرقم البئر رقم 519، ده رقم البئر 519. لكن انا حابب اقول حاجه بقى مهمه جدا في الواقع اللي احنا عايشينه ده. البئر ده بيخدم البيوت اللي حوالينا دي كلها. البئر ده المياه التخزينيه اللي هي مياه الامطار اللي بتنزل وتبقى موجوده، وتبقى تقريبا البئر ده مساحته تقريبا بيعمل حوالي 10000 لتر من المياه، بيقضي البيوت دي يا جماعة تقريبا بنتكلم في شهرين، تقريبا شهرين بس. المنطقة دي مش محتاجة بس البير ده، محتاجة على الأقل 6-7 أبيار تقريبا عشان يدوبك تقضيهم أصلا السنة. ومن هنا بتذكر قول ربنا يا أستاذة دعاء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء، اللي هو الإنسان، اللي هو الحيوان، اللي هو الطيور، اللي هو النباتات، كل شيء حي، كل شيء حي، سبحان الله. عشان كده دي نعمة من نعم ربنا اللي احنا لازم نشكرها، احنا كبشر وكل واحد في بيته قاعد بيتنعم بالماء، يحافظ بقى على نقطة المية اللي عنده دي. ربنا بيقول أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا ملح فلولا تشكرون. طب أنا عاوز أشكر نعمة ربنا، أحافظ على النعمة اللي عندي دي، وأحاول أمد يد العون، أكون سبب من الأسباب في وصول الماء للناس اللي هي محتاجة، لأن دول في النهاية أخواتنا. طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. من أعظم النعم اللي إنسان ممكن يعيش 40-60 يوم من غير أكل،
لكن اقصى مده يقدر يعيش من غير شرب 7 ايام، بعد كده خلاص، عشان كده الجسم فيه ميه. فدايما يقولوا كده لو فقد الانسان 1% من الماء اللي في جسمه بيشتد عليه العطش، خلاص بعطشان وعاوز اشرب. طبعا. طب ولو فقد الميه هي الحياه، الميه هي سر الحياه، ولو أصلاً فقد 3% بيبقى عنده جفاف في الحلق واللسان طبعاً. والفم. طب ولو فقد من 5 ل 8% خلاص الانسان ده اوشك على الايه، اوشك على الهلاك. عشان كده نعمه من نعم ربنا لازم نشكرها، ويجب اللي احنا نشكرها بالمحافظه على الماء اللي عندنا وبمد يد العون للمحتاجين. وهنا لازم اقدم الشكر فعلا لمؤسسه سقيا الماء. فعلا يا جماعه شغل انا لو احنا جايين بنقول ازاي وصلوا للمكان ده اصلا. يعني ازاي عرفوا ان في بشر، في ناس سنة وصلوا للمكان ده، بالبحث والتقصي واللي هم يعرفوا يوصلوا للاماكن دي كلها. في الاخر عملوا هنا تخيل 800 كيلو تقريبا 800 كيلو وميه ساقعه سبحان وميه الله جميله في الصحراء دي، ازاي جميله جدا. الحاجه الثانيه بيتوضوا منه بيصلوا منه، فتخيل كميه بقى الحسنات والثواب اللي واصل لكل واحد تبرع بيه بجنيه او واحد. يقول انا متكفل دلوقتي بعمل بئر ده. المنطقه يا جماعه مش محتاجه بئر واحد، على الاقل 6-7 ابيار، 6-7 ابيار. انا ارجو من كل الاخوه المشاهدين، كل اللي بيشاهدنا دلوقتي يساعد بقى الان. محتاجين نقول بعد 2-3 شهور احنا الحمد لله المنطقه دي ان شاء الله، وانا عارف ان اهل خير كتير، بنيجي نفتتح 6-7 ابيار تاني عشان يبداوا بس يعني الكفاف. ربنا يقدر الجميع على الصدقه والصدقه الجاريه والزكاه، ويتقبل من كل الناس اللي ما بيعيشوش لنفسهم وبس، لكن بيعيشوا لحواليهم كمان. صدقه وزكاه مقبوله طبعا، صدقه وزكاه يا جماعه، محتاجين كل حاجه طبعا. هنا المكان محتاج لحاجات كتير اصلا جدا يعني، فربنا يقدر الجميع ويتقبل ويستخدمنا ولا يستبدلنا. يا رب يا رب. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شجر زيتون وخيره كتير، مكان ما يكون يا عم الخير. شجر مذكور في قرآني، ينور نوره رباني رباني. دايما متعودين مع بعض ان احنا بننزل ارض الواقع وبنصور كتير جدا وبنقول لكم التفاصيل، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطمن قلبكم. النهارده احنا كنا في مشروع، او النهارده احنا في مشروع اتكلمنا عليه كتير جدا من جوه الاستوديو، بس النهارده الاختلاف بقى ان احنا نزلنا الارض نفسها. غصن الخير، غصن الخير هو مشروع الزيتون اللي احنا قلنا نعمله وهنشتغل عليه الفتره اللي فاتت. ليه هنعمله؟ علشان حاجه مهمه جدا اللي هي ليطمئن قلبك. احنا نفسنا او بنشتغل دايما في المؤسسه ان احنا نطمن قلبكم، علشان كده جالنا اسئله كتير جدا. النهارده احنا بنعمل الابار بتاعتنا هي ابار تخزين الامطار. طيب فصل الصيف لما بيخش عليا والناس دي مش هيبقى فيه مطر، ازاي الصدقه بتاعتي هتبقى مستمره؟ وازاي هضمن ان انا النهارده الجنيه اللي بحطه في البير هيفضل شغال طول ال100 سنه او ال1000 سنه اللي احنا دايما بنقولها مع بعض؟ ففكرنا ان احنا نعمل من ضمن المشروعات الصغيره للاسر المستفيده بالابار مشروع غصن الخير. طيب غصن الخير ده هو عباره عن ايه؟ احنا بنزرع هنا في الارض زي ما حضرتكم شايفين عباره عن 50 شجره زيتون، هيطلعوا لنا ال 50 شجره زيتون دول 12000 جنيه سنويا للاسره المستفيده من البير بتاع حضرتك. طيب انا عشان اشتري او عشان اشترك في المشروع ده بعمل ايه؟ اول حاجه انا بدفع مثلا ال 100 متر البير، ال 100 متر بدفع 25000 جنيه ثمن البير. طيب انا عايز ازود عليه بقى ال 50 شجره اللي هيكون امان ليا في البير بتاعي والصدقه بتاعتي تكون مستديمه، بعمل ايه؟ بدفع 3000 جنيه زياده على ال 25000، يعني الاجمالي 28000 جنيه،
بضمن ان انا سنويا 12000 جنيه لكل اسره، يعني في الشهر انا بوفر 1000 جنيه. اضمن ان انا لما الصيف يخش عليا والبير ده معدل الاستهلاك بتاعه كان كبير في الفصل الشتاء، فجي الصيف عليا مفيش ميه، فيبقى الاسره دي حتى لو المؤسسه ما راحتش وسالت على البير، حتى لو حضرتك كنت مشغول ونسيت سهوا ان انت تروح في الصيف وتسال على البير بتاعك او الصدقه بتاعه حضرتك، يبقى انا ضامن ان الاسره دي معاها 1000 جنيه هتقدر من خلاله تبنى البير بتاعها. دي حاجه. حاجه تانيه، اتكلمنا واتسالنا كتير جدا، هل الابار دي ما بتحتاجش صيانات؟ هل انا ما احتاجش اعمل صيانه؟ لا، احنا قلنا بعد 10 سنين بعمل صيانه للبير. طيب بعد 10 سنين هل انا هكون موجود؟ هل المؤسسه هتكون لسه بتلف على الابار دي؟ هل حضرتك هتكون بتروح وبتبص على البير بتاع حضرتك الصدقه الجاريه اللي احنا عملناها؟ مش عارفين. فالمشروع ده هيضمن ان انا بعد المده دي يكون في للاسره مبلغ من خلاله هيصين البير بتاع حضرتك. يبقى انا النهارده عملت ايه؟ عملت حاجه قويه جدا اللي هي ضمنت استدامه البير والصدقه بتاعت حضرتك. علشان كده دايما بنقول مع بعض مع مؤسسه سقيا الماء، نام واطمن، الصدقه دايما في امان وفي خير. دايما محتاج على بكره اساس الخير، يا دوب بذرة وارض تاخدها بالاحضان فتطرح فرحه على الجدران، ايدك في ايدينا نغرسها ساعتنا عشان ننفذها. مؤسسه سقي الماء، نعمل من اجل الانسان. شفنا معاكم مشاهدينا تقرير الخير وفكرة جميلة من مؤسسة سقيا الماء، وهي وقف شجر الزيتون. وشفناك يا أستاذ عزت في التقرير، وانت ايه؟ احنا بنشوفه في كل التقارير. ايوه كل التقارير. ايوه مش الزيتون بس. مش الزيتون بس، هو النشاط الاساسي للأستاذ عزت الابار. الابار، لان الابار حاجة الناس هناك ليها شديدة جدا. ايوه، وفكرة بقى وقف الزيتون يخدم على الابار بالظبط. يعني احنا كنا دايما بنفكر ان انا ازاي هحافظ على الصدقه بتاعت البير نفسه، لان الابار بتاعتنا تخزين امطار زي ما قلت في التقرير، فتخزين الامطار يعني هي مرتبطه بشهر الشتاء، ان هو الشتاء بينزل فيه الامطار فبتخزن الميه. طب في الصيف بيتقابلنا مشكله لو البير ده الناس استخدمته فخلص، هل الصدقه دلوقتي بتقف؟ يعني هل المتبرع نفسه ما بياخدش الحسنات بتاعته الا في فصل الشتاء بس؟ فهي دي كانت اللي شغل دماغ المؤسسه الفتره اللي فاتت، علشان ازاي نحافظ على الصدقه بتاعت المتبرع في الصيف وفي الشتاء. فطلعنا كذا مشروع من ضمنهم اللي هو مشروع الزيتون ده. فكرته ايه؟ فكرة ان انا جنب البير بزرع 50 شجر الزيتون، بيطلعوا لي ريع في السنة حوالي 12000 جنيه، يعني ده بالتقريب. طبعا احنا لسه ما جربناهوش، احنا لسه في مرحلة التجربة. الفلوس دي بتخليني ان انا اوفر له، لو وفرت له 1000 جنيه بس في الشهر بالنسبه له حاجه كبيره جدا جدا. حضرتك نزلت معانا مطروح وشفت طبيعه الصحراء وطبيعه الناس اصلا بسيطه ازاي، فهم يعني مش طالبين حاجات كتيره غير بس يعني اللي هم يشربوا، هو عايز يشرب. فانا لما اديله كمان 1000 جنيه يحافظ بيها ان هو يشتري ميه لو البير خلص في فصل الصيف اللي هو 3 شهور بتوع الصيف دول، فيبقى انا وفرت له الصدقه بتاعت المتبرع هي مستديمه او مكمله صيف وشتاء، وهو كمان بقى مطمن ان هو مش هيجي على الصيف، هيبقى هيرجع تاني للتعب ويمشي 4 كيلو علشان يشرب ميه اليوم. ده كان مشروع. كان جانا برضو فكره المحطات التحليه، ان احنا نرفع كفائتها بالتعاون مع شركه المياه هناك في مطروح، ان هم كانوا بيطلعوا مثلا 50 طن في اليوم، لا ده احنا هنعمل بير تاني فهيطلع 100 طن في اليوم، فهزود العدد او النسبه اللي بياخدها كل مواطن هناك او كل اسره هناك، فاقدر املى بيها الابار مجانا او بفلوس رمزيه للاسر هناك. ثالث حاجه، كنا مشروع الابار بقى الرومانيه دي كنا اشتغلنا فيها عشان حاجتين. اولا عشان مصداقيه الكلام بتاعنا، ان احنا نقول للناس اللي هو البير بيقعد اكتر من 1000 سنه في اي بيه، ده حقيقي. تاني حاجه اللي هو فيه بقى فيه مخزون للميه كبير جدا بيشيل الميه دي، الناس تقدر تروح تسحب منها الميه وتبنى كانه مخزن كبير. بالظبط كده. ربنا يقدركم ويتقبل منكم من الجميع. وارقام تليفون مؤسسه سقيا الماء موجوده على الشاشه عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم ويتبرع، سواء زي ما قلنا كده بالصدقه او الصدقه الجاريه او الزكاه. وشكرا يا دكتور صالح. ربنا يحفظك استاذ عوي ويبارك في حضرتك، ودايما متجمعين في الخير ان شاء الله. يا رب، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. شكرا لك استاذ عزت، ربنا يكرمكم. ومشاهدينا اسيبكم مع اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده مع مؤسسه سقيا الماء. We'll be right back.
في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير بضحكة صافية كتير تغير بكلمة قلبي فرح يطير بس انت مد ايديك غيرك مستنيك بس اوعى في يوم تستخسر في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير بضحكة صافية كتير تغير بكلمة قلبي فرح يطير بس انت مد ايديك غيرك مستنيك بس اوعى في يوم تستخسر اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه ربك ده كريم وقادر بمجهودات حضراتكم ومجهودات جمعية سقيا الماء ومجهودات الحكومة بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت قدرنا نرفع الكفاءة والنتيجة ان اهالينا كلهم يستفيدوا واللي جاي احلى بكتير هو ده الشغل اللي حضراتكم وثقتوا في مؤسسة سقيا الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من اهالينا جوه مطروح انا اتبرعت بسك نخلة لله وقف لله فجيت علشان اشوفها بنفسي ازرعها كده بنفسي واطمن عليها وربنا طبعا يتقبل الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى اولا واخرا له الفضل والمنه ثم الفضل لكم والشكر لكم ان انتوا ساهمتوا في رفع كفاءه المحطه دي وده انجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه في سقيا الماء بفضل الله ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم ومستحضرين كلنا كده الايه اللي بتقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا بس انت مد ايديك غيرك مستنيك بس اوعى في يوم تستخسر اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمر ما هيسيبه ربك ده كريم وقادر اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمر ما هيسيبه ربك ده كريم وقادر مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان